هذه أول آية أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله وحبيبه، وفيها دلالة على العلم والتعليم. وإحنا في برنامج اقرأ راح نكون في رحاب هالآية الكريمة وننهل منها العبر والقيم. راح يشاركنا الأطفال في جو تنافسي مشوق يجمع الفائدة بالمرح. راح نقضي أسعد الأوقات خلال شهر رمضان المبارك. اقرأ قريبا في شهر الرحمة.